اليوم اختي جبتك الوصفه اللي كتحيد التكماش والتجاعيد وكتحيد حتى الشيخوخه المبكره بالنسبه للعيالات المتقدمين شويه في السن، وكتخلي لك البشره ديالك مرايه وفيها النضاره واللمعان. خواتاتي اليوم غنهضر معاكم ان شاء الله من القلب، بحال كتهضر معاك اختك او بنتك او الوالده ديالك. بزاف ديال البنات او العيالات اللي كيوقعوا في هذا المشكل هذا، كتسالي الشغل ديال الدار، كتسالي مع وليداتك، كتديهم المدرسه، ومني كتجي ما كتلقاي ما ديري في الدار، اولا ملي كتجي من الخدمه كتسالي الشغل ديالك وكتشدي التليفون وكتبقاي اختي كتدخلي لمواقع التواصل من هذه لهذه من هذه لهذه من هذه لهذه، وكتدخلي للمحتويات الخاويه اللي ما عندهم حتى شي فائده، وكتبقاي دوزي الوقت ديالك في التليفون بالساعات بالساعه بالساعتين ثلاثه السوايع. وملي كتشوفي البشره ديالك في المرايه كتقولي ويلي اش هاد الوجه ولا حالته، مثلا في الكلف اولا في التجاعيد ولا في الحبوب ولا في الاصل ديال الحبوب، كتقولي شنو غادي ندير ليه، شنو غادي نشري، شنو الوصفه غادي ندير. كاين اختي ما ديري من كوزينتك تهلاي في راسك، خاصك غير داك الوقت اللي كتضيعي في التليفون ولا في التفاهات، اولا مثلا كتمشي للجرده وكدوزي واحد الوقت طويل ومتجمعه مع العيالات ولا مع البنات، ديري اختي وقيت راسك، عطي غير نص ساعه راسك وتهلاي في البشره ديالك وتشوفي كيفاش غادي تولي. ومن كوزينتك ما غتخسري فلوس، ما غتشري، ما غتكلفي على راسك، ما غتمشي تقلبي ما حتى شي حاجه، من كوزينتك غتخلي البشره ديالك مرايه ما فيهاش الاثر ديال الحبوب، ما فيهاش الحبوب، التجاعيد ما كاينينش، الكلف ما كاينش، البشره كتلمع وفيها واحد اللمعان وصافيه وبيضه بلا تكماش بلا حتى شي حاجه. المهم هذه نصيحه مني انا اختكم، وتقبلوها مني لحقاش كنبغي لكم الخير، وكنبغيكم دائما تكونوا زوينات، تكونوا بلارات، وتكونوا غزالات، بلا ما تكلفي، بلا ما تكلفي على راسك، بلا ما تخسري فلوس، بلا حتى شي حاجه. اليوم غنصايب معكم كريم اللي كيخلي البشره غزاله كتحمق. هذا الكريم هذا كنت انا كنديرو من قديم الزمان. هذه الوصفه البنات اللي غادي نعطيكم اليوم ديال خيزو، كريم ديال خيزو اولا ديال الجزر، خطير البنات للبشره، كيحيد التجاعيد، كيجبد البشره، كيعطي واحد النضاره وواحد اللمعان، كريم اللي واعر خطير، كتصايبيه وكتصايبيه ديال القياس ديال 4 ايام، وكديريه في قريعه ولا في شي حاجه وكديريه في الثلاجه كيدير لك 4 ايام. الجزر البنات اولا خيزو راه خطير خطير، العصير ديالو للبشره انا كنصايب منه بحال هكا الكريم اللي غتشوفوا معايا المكونات اللي غادي نزيد معاه. المهم زوين بزاف، ودائما كنديروا البشره ديالي، وقلت ضروري ما نشاركوا مع خواتاتي، وغادي ننصحكم بعض النصائح اللي كنصحكم دائما عليهم في الاخر ديال الفيديو. المهم خليكم دابا تشوفوا هذا الكريم اللي واعر، هانتوما البنات كريم اللي خطير للبشره، هانتوما غتشوفوا معايا، انا غادي ندير معكم شويه هنايا، هانتوما شوفوا واعر كيخلي البشره غزاله كل مرايا، كيخلي البشره ديالك كتحمق، هانتوما شفتوا البنات. المهم غنخليكم دابا تمشيو شوفوا الطريقه والمكونات اللي زدت مع خيزو، هانتوما البنات شفتوا. المهم خليكم دابا تمشيو تشوفوا الطريقه والمكونات، وعاد نرجع باش نديرو معاكم على الوجه ديالي. هنايا البنات اول حاجه كنحتاج خيزو، خيزو البنات كما كتعرفوا اولا الجزر كيعطي النضاره للبشره، كيحارب لنا الشيخوخه المبكره، وكيحيد التجاعيد، وكيعطي البشره واحد النضاره وواحد اللمعان، وكينقي البشره وكيعطي واحد اللون خطير البنات. المهم هنايا خديت خيزو اولا جزره اللي متوسطه ما كبيره ما صغيره، راه غادي هذه غير القياس اللي غادي تعطينا غادي نديرو منه المده ديال 4 ايام حتى لخمس ايام. المهم باش ما كتبقايش كل مره كتصايبي القياس ديال 4 ايام ولا 5 ايام وكتبقاي ديري منه. المهم انا غنحكها في الحكاكه الرقيقه، هانت اختي حكيت هذيك خيزوه في الحكاكه الرقيقه شفتوا، باش كناخذ داك العصير ديالها. بغيتي تعصريها في الصفايه ديري شي معلقه وتبقاي تضغطي عليها باش تخرجي داك العصير ديالها، بغيتي ديري غير هذه الطريقه اللي درت انا، يعني طريقه سهله ماهله وشعبيه وتقليديه. صافي كنعصر بحال ما هكا بيدي حتى كنخرج داك العصير ديال خيزو اولا الجزر. وهاد الحشفه البنات اللي كيبقى ديال خيزو كتحتفظوا بيه في الثلاجه وكتبقاي ديريه تحت العينين، راه كيحيد داك الزروق ديال العينين. كناخذ الصفايه وكنصفي هاد العصير ديال خيزو باش كيولي عندنا الكريم ديالنا كيبقى رطب، ما كيكون فيه لا يعني لا فراسات لا حتى شي حاجه، بحال هكا كتصفي الصفايه الرقيقه. ودابا غادي نزيد عليه معلقه صغيره تكون عامره مزيان ديال مايزينا او النشا، انا رزت واحد شويه لحقاش ما عمرش المعلقه بزاف، ضروري المعلقه تكون عامره مع هذا القياس ديال اللي درتو شي خيزو اولا جزر غير صغيره، كديري غير نص ديال المعلقه ديال النشا
صافي كتبقاي تخلطي بحال ما هكايا باش ما كت يعني كتحيد لك كاين شي كويرات ديال النشا ولا شي حاجه، كتخلطي مزيان وعاد كتديها فوق البوطه وكديري بحال هكا كاسرونه فيها الماء، وكديري فوق من هذيك الكاسرونه وكتبقاي كتحركي، يعني كديريها باب ماغي اولا في حمام مريم وكتبقاي كتحركي حتى كيولي عندك على شكل كريم. هانتوما البنات شوفوا كتبقاي تحركي راه دغيا تيوجد، ما كتهديش من التحرك باش ما كيوليو عندك لا كويرات لا حتى شي حاجه في داك الخليط. صافي كيولي بحال ما هكايا وكنحيدها من فوق البوطه. صافي البنات ملي كتحيديه من فوق البوطه راه دغيا تيوجد عندك الكريم، دغيا كتوقفي عليه غير واحد جوج دقائق بحال ما هكاك ولا ثلاثه دقائق صافي كيولي عندك بحال ما هكايا كريم، وكتحيديه كديريه في شي طبيسيل ولا في شي زليفه اللي غادي تخلطي معها الزيت اللي غادي تشوفي معايا. انا غادي نكرط هذا الشيء كامل، ما غادي نخلي حتى شي حاجه، غندير صبعي وغادي نكرط مزيان 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 لحقاش ممنوع الضياع باش هذا القياس هذا كيدي لي واحد 4 ايام حتى ل5 ايام. هانتوما البنات شوفوا يعني ما خبيت عليكم والو، ماشي طفيت الكاميرا وكرطته وعاد لا، بحال هكا ديري اختي بحال هكا ديري حتى شي حاجه ما تضيع. المهم هنايا البنات بالنسبه للزيوت اللي ممكن تزيدوهم مع هذا الكريم هذا، تقدري عندك زيت ارغان تقدري ديري منه شويه، ما عندك زيت ارغان ديري زيت ديال الاطفال ديري منه شويه، ما عندك زيت ديال الاطفال ديري يا اما زيت اللوز الحلو يا اما زيت الكوك يا اما ديري ما عندكش كاع حتى شي زيت ديال الجميل اولا زيت السمسم اللي هو الجنجلان حتى هو زوين في هذه الوصفه هذه، ما عندكش ديري غير زيت الزيتون يكون مزيان يكون زوين ما مخلط مع حتى شي حاجه، ديري منه شي شويه. صافي انا شنو غادي ندير دابا، غادي نزيد عليه زيت ديال الاطفال، زيت ديال الاطفال انا مره كندير هذا مره كندير ديال الارغان، دابا غادي ندير شي شويه تقريبا واحد نص معلقه ديال الزيت ديال الاطفال المعروف جونسون بيبي، كنخلط بحال ما هكايا ما تقويش بزاف ديري غير نص معلقه صغيره بحال ما هكايا وخلطي هاك. صافي كتخلطي بحال هكا، انا ماشي انا اللي حيدت لي هاد لومبالاج ديالو، راكم عارفين الدراري الصغار ما كيخليو حتى شي حاجه، اللي كانت خصهم يحيدوا ليها لومبالاج ديالها وخصهم يفرتكو، لحقاش كنت كندير منو لبنتي الصغيره وغزات واحد المره ودارت حيدات لي داك الكاغيط ديال لومبالاج ديالو سميه. صافي كتخلطي بحال ما هكا مزيان هاد الزيت مع هاد الكريم حتى كيولي مخلط مزيان مزيان. عرفتوا البنات هاد الوصفه هادي هاد الكريم راه ما نقولش لكم راه البشره ديالك كتولي غزاله، كتولي بحال ديال الاطفال بحال ديال الوليدات الصغار، كتولي طبر 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 وفنه وكيولي فيها واحد اللون غزال، كتحارب الشيخوخه كتحارب التجاعيد كتعطيك النضاره والرشاقه للبشره ديالك. زوينه هاد الوصفه هادي غير تبعوها. وبالنسبه لهاد القياس هذا اللي درت انا دابا راه ما غاديش نديرو كامل، غادي ندير منه شويه دابا وغادي يدي ليا المده ديال 4 ايام، يعني غادي ندير منه 4 ديال المرات. تقدري ديريه في شو قريعه بحال ما كتخلطيه بالزيت وديريه في شو قريعه، غير الزيت ما تقويش، كديري كما شتي معايا نص معلقه صغيره من اي زيت عندك في هذا الزيت في هذا الزويت اللي ذكرت لك، يا اما زيت اللوز يا اما زيت ارغان يا اما زيت الاطفال يا اما زيت السمسم اللي هو الجنجلان اولا شويه ديال زيت الكوك، ولا ما عندكش هاد الزيوت كاملين كما قلت لك ممكن ديري زيت الزيتون. انا كنكرر الهضره غير باش زعما الفكره توصل وصافي. كما قلت لكم ديري منه 4 ديال المرات، ديري في شو قريعه وديري في الباب ديال الثلاجه ما كيوقع ليه حتى شي حاجه، كيبقى عندك 4 ايام حتى سيمانه ما كيوقع ليه والو. كديري من انا غادي نديرو في بحال هكا لحقاش مابقاوش عندي القرايه، غادي ندير عليه السلوفان نغطيه مزيان بالسلوفان هاد الطبيسيل وغادي نديرو في الثلاجه. صافي وغادي نخليه كل نهار غادي ندير منه الوجه ديالي 4 ايام يعني 4 المرات. صافي وغادي نحيدو عاوتاني، الا بغيت ندير عاوتاني غادي ندير واحد اخر. شفتوا البنات هانتوما يعني ملي تكوني تصايبي في الغداء ديالك كتخلط كتحكي خيزو وكديريه. صافي هانتوما تخلطيها مزيان 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 مزيان، ملي كديري الزيت كتخلطي مزيان مزيان حتى كيولي كيرجع كريم. هانتوما شفتوا بحال هكا مزال غادي نزيد انا نخلطو مزيان. هانتوما البنات شفتوا صافي دابا غادي نمشي باش نطبقو على وجهي وباش تعرفوا الوقت اللي كيبقى لي في الوجه ديالي
وكلشي. المهم البنات هانتوما شفتوا الطريقه ديال هاد الوصفه اولا هاد الكريم ديال الجزر اللي اولا خيزو اللي كيخلي البشره المرايا كيخليها مجبده وفيه واحد النضاره واحد اللمعان زوين. هاد الكريم هذا غزال البنات ملي تكوني كتصايبي في الغداء اولا في العشاء. المهم كتاخدي واحد الخيزوه كما شتي تحكيها تاخدي العصير ديالها وكتزيدي عليه النشا كديري في حمام مريم اولا باب ماغي وكتبقاي كتحركي حتى كتولي عندك بحال ما كريم. كتزيدي عليه كما شتي اي زيت من عندك من الزويت اللي قلت لك. ما عندك حتى شي زيت ديال التجميل في الدار كديري واحد المعلقه صغيره مع عامره ديال زيت الزيتون صافي وكتخلطيه مزيان وكيولي عندك كريم اللي خطير. كديري في الثلاجه في شي قريعه صغيره وكتبقاي دير منه 4 ايام حتى لخمس ايام ولا حتى كثر كاع لحقاش هانتوما شتو راه كيولي كريم كريم. هانتوما البنات كيولي كريم كديري بحال ما هكا البشره ديالك كتماصي به البشره ديالك ماشي غير كتحطيه وصافي كتماصي به بحال ما هكا البشره ديالك بيدك بحال هكا وكتكوني من طبيعه الحال غاسله وجهك. سمعوا بناتي اذا انتي غوتو كيلعبوا قلت لكم البنات كتكوني غاسله وجهك مزيان يعني منظفه ما فيه حتى شي حاجه واخا تكون يعني وجهك نقي. ملي تبغي ديري هذا الكريم ديال هذا الكريم ديال الجزر ضروري ما تغسلي البشره ديالك تكون نقيه وديري حتى تحت العين ديالك راه كيحيد لك كاين شي تكماش ولا كاين شي انتفاخ ولا زروقيه كتحيد صافي ديري الوجه ديالك كامل. وكما دائما كنقول لكم اي وصفه ديريها لوجهك ديريها حتى للعنق ديالك باش يولي بحال اللون ديال عنقك بحال اللون ديال الوجه ديالك. هذا راه دير منه حتى ليديك دير منه حتى ليديك لحقاش زوين كيحيد التجاعيد وكيرطب البشره وزوين بزاف كيعطي واحد النضاره للبشره وليدين حتى هما كيخليهم فنين. المهم كديري بحال هكا كتخليه حتى كتحسي بيه بدا كينشف لك على البشره ديالك تقريبا واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه يعني ما تخافي منه حتى شي حاجه راه كيخلي البشره مرايه كيخلي كيحارب الشيخوخه كيحيد التجاعيد كيحيد التصبغات كيخلي البشره فيها واحد اللمعان زوين بزاف. وملي تغسليها اختي بالماء كتخلي كما قلت لك واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه في الوجه ديالك صافي وكتغسليه بالماء وكتعاودي تغسليه بالصابون طبيعي صابون طبيعي اللي كنغسلو بيه الوجه ديالنا. المهم كتحيدي الصابون ديال الريحه ولا شي غاسول كتغسلي به فيه شي ماده ولا فيه شي ريحه كتغسليه بصابون طبيعي صافي وكدومي عليه يعني كل نهار الا بغيتي ديريه كل نهار ديريه. وكما قلت لك راه كديريه في شي قريعه ولا كديريه بحال ما كاين شي حاجه وكتغطيه بالسلوفان وكتخليه في الثلاجه وكتبقاي ديري منه راه ما كيخسر ما حتى شي حاجه وراه ما نقولش لكم النتيجه ديالو غزاله كتحمق. المهم كما قلت لكم من كوزينتكم تهلاو في راسكم ودائما تنقولها لكم قلت لكم في الاول ديال الفيديو غنعطيكم بعض النصائح اللي دائما تنقولها لكم. شربي اختي الماء مزيان كل الماكله الصحيه ديري العصير ديال الخضر والعصير ديال الفواكه اللي كنشارك معكم مره مره ديري الرياضه وشرب الماء مزيان كنركز على الماء وديري الرياضه وتبعي لي اختي الوصفات وما تبقايش مضيعه وقتك في التليفون وفي الجماعه وفي الخوا الخاوي. ديها في راسك وديها في البشره ديالك باش ملي تمشي شي بلاصه ولا شي جماعه يبقاو يشوفوا فيك يقول لك اختي شنو كديري للبشره ديالك قولي لي اختي كندير غير الوصفات ومهليه في راسي وكندير الرياضه وكنشرب الماء مزيان وكندير العصائر ديال الخضر وكتبقاي دائما تباني غزاله وشابه والبشره ديالك كتبان كي الورده. المهم خواتاتي كنتمنى تكونوا كتستافدوا مني وما تنساونيش خواتاتي من لايك ومن البارطاج ومن التعليق ديالكم الزوينه. بناتي كيغوتوا عليا بغاوني نمشي من نخرجهم شي شويه. المهم خواتاتي خليتكم على خير تهلاو ليا فراسكم وتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.